الله يسلم حبيبي ويبارك فيك. الحمد لله على كل حال، يعني احنا حققنا الشيء اللي احنا نصبوا اليه، وصلنا للمباراه النهائيه رغم كان فيه بصراحه يعني حكم المباراه كاد ان يسلم من المباراه بصراحه، يعني في اخر دقيقه وحتى ضربه جزاء يعني لا صحه لها، لكن الحمد لله الشيء اللي احنا نبحث عنه الوصول للمباراه النهائيه، وان شاء الله نحمل الكاس مشيئه الله. والله الحمد لله، يعني احنا من بدايه الدوار التمهيديه وانا محققين علامه كامله في جميع المباريات، يعني ما خسرنا ما تعادلنا اي مباراه لحد الان بفضل من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله نكلها بالبطوله مشيئه الله. مهما كان الخصم اكيد انه حيكون يناصفك في المباراه، ولكن احنا ان شاء الله واثقين من لاعبينا ومشيئه الله ان احنا نحقق البطوله باذن الله. سعدنا كثيرا بتواجدك مره اخرى، الف مبروك، يعطيك الف عافيه. الله يسلمك يبارك فيك. شكرا شكرا. الله يبارك فيك ويعطيكم العافيه وعلى الجهود اللي تبذلونها، والحمد لله على كل حال. الشباب بصراحه ما قصروا من بدايه المباراه، تشايف كيف كان الضغط عليهم من بدايه المباراه، بس الشباب الحمد لله ما قصروا، وفي النهايه نشكر الفريق على الروح القتاليه اللي بذلوها داخل الملعب، وهارد لك لفريق الاسياد. الحمد لله والله بعزيمه الشباب وعزيمه الرجال داخل الملعب قدرنا نسيطر على نهايه المباراه، بس عاد جاء خطا والحمد لله رجعناها ونصفتنا ضربات ترجيح الحمد لله. باذن الواحد عبد الواحد احد كاس لنا باذن الواحد الاحد. يعطيك العافيه. اول شيء الحمد لله على كل حال، هارد لك لفريق الاسياد، الف مبروك للسد الاهلي، قدمنا والله مستوى كويس، بس كان شويه في ضغط علينا الشوط الاول. والمدرب سحب واحد من الوسط ضغطنا شوي، هم كمان فريق خسران. اتحدث معك عن نقطة المدرب وتغييرات المدرب، هي الركيزة اللي خلت فريق السد العالي يتراجع بهذه الصورة في نهاية الشوط الأول. أكيد لازم سحب واحد من الوسط ونزل واحد ثاني محور معايا ثاني، ضغطنا والفريق كمان خسران، لازم يتقدم، يعني لازم أقل شيء يكثف هجوم ولعب كرات طويلة، وضغطونا صراحة، بس الحمد لله معانا سمير حارسنا ما قصر. أكيد والله، ولازم نكون مستعدين أكثر، جاهزيتنا لازم تكون أكثر من مباراة دول أربعة، وبإذن الله نحسمها من الشوط الأول وبالمجموعة هذه بإذن الله. العفو حبيبي. أولا السلام عليكم ومساء الخير. كرة القدم ما توفقنا في تسجيل هدف، سجلوهم في البداية، قدرنا أن احنا ناخذ بلنتي نهاية الشوط الثاني، سجلنا من التعادل وركلات الحظ. فريق السد العالي فريق الثاني، وأتمنى وإن شاء الله أن الكأس من نصيبهم، لأنهم فريق الثاني وإخواني عيال حارتي في نفس الوقت. حقيقة جميل، حضور جميل جدا جدا، خصوصا نصف نهائي يحضر جماهير بهذا العدد، شيء جميل جدا. والتنظيم هي أقول لهم هارد لك، البطولات الجاية إن شاء الله نحقق منها الأفضل، وإن شاء الله بإذن الله.